مساء الخير، ويا رب دايما تكونوا بخير. الحقيقه النهارده كلامي موجه للرجال فقط، بس طبعا البنات تنورونا كده كده، بس محتاجه ان الشباب يركزوا معايا شويه زياده. بعد ما تخلص مذاكرتك او شغلك، تقعد شويه مع اصحابك وتخرج وتعمل كل اللي انت عايزه وتلعب لك كمان يا سيدي ماتشين التيميت تيم، تعالى اقول لك كلمتين. لو بتحس باعجاب ناحيه انسانه معينه بهدف الارتباط الجاد، بس مش عارف تدخلها منين، او دايما بيحصل معاك الموضوع ده عموما، انك تبقى معجب بواحده او محتاج ترتبط بواحده وفي حاجه بتحصل انت مش فاهم المشكله منها ولا منك، يبقى الفيديو ده ليك. اما بقى يا سيدي لو انت جامد وكل البنات بتحبك، كل البنات حلوين، يبقى ما توجعش دماغك ولا دماغنا، وروح انت كمل الالتيميت تيم بتاعك وسيبنا احنا مع بعض عشان الفيديو ده مش ليك. طيب مبدئيا كده، انا ولا مصلحه اجتماعيه ولا انا خبيره علاقات ولا اي حاجه، انا بنت عاديه جدا بنقل وجهة نظري ووجهة نظر البنات بشكل عام، وايه اللي بتحتاجه البنت وايه اللي بتحبه البنت وايه اللي مش بتحبه عشان اسهل عليك خالص. بص بقى يا سيدي، عشان اسهل عليك تعالى نقسمها مع بعض لمراحل. اول مرحلة عندي هي التعارف. اتعرف عليها بس بالعقل. يعني ايه؟ يعني تحترم الذكاء اللي قدامك. يعني ايه برضو؟ يعني والنبي ما تبقاش لسه بتتعرف على واحدة ومثلا بتتكلم، تمام؟ هتكلمها او تبعت لها مثلا تسالها ازيك يا نهى، هتقول لك ايه؟ الحمد لله يا عماد. ماشي، تقوم انت بقى ردد عليها تقول لها ايه؟ انا كويس طول ما انت كويسه. حرام عليك يا عماد، والله حرام عليك يا عمده، اقسم بالله. يعني رد قنبله، يعني اقفلها من حياتها ومن حياتنا كلنا. حرام عليك يا ابني، لسه بتتعرفوا، يعني بلاش الكلام ده، يعني ما ينفعش. وانت عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. بس كده، مش محتاجه اي فن ولا اي تجويد، عادي خالص، بسيطه سهله. وبلاش بقى والنبي كلام من عينه ايه يو ار ماي سانشاين، انت مختلفه، انت مش عارفه ايه. خلي بالك بنبقى فاهمين كل حاجه، ها؟ فوالله انا عايزه مصلحتك يا عمده، براحتك، عايز تقول الكلام ده انت حر، ماشي براحتك خالص. انا بس بنصحك نصيحه لوجه الله عشان بعد كده ما ترجعش ايه تقول هي ليه قلشتني. ماشي، تاني مرحله عندنا هي الاهتمام. وخلي بالك ان الاهتمام هو من اهم واخطر الخطوات في بدايه العلاقه، شيء مهم واساسي جدا جدا جدا، بس بشرط ما يكونش الاهتمام مبالغ فيه ولا مزيف. يعني ايه؟ يعني بالعكس، ما تبقاش متصنع كده، قول اللي انت حاسه، قول اللي جواك، اهتم بيها زي ما انت عايز تهتم، واسأل عليها عادي جدا من غير ما تأفور ومن غير ما ايه، ومن غير برضو ما تخنقها كده يعني في نفس الوقت. هفهمك ازاي؟ يعني مثلا تبقوا تتكلموا وتقول لك ايه، انا داخله انام. طبعا انت عارف انا عايزه اقول ايه، صح؟ طيب طبيعي تقول لها ايه، تصبحي على خير، وانت من اهله وانت من اهله، خلاص. ما ينفعش هي تبقى داخله تنام وانت تقول لها ايه، خلي بالك من نفسك، ما هي مش نايمه على كوبري 6 اكتوبر برضو، يعني فهنعقل الكلام كده واحنا بنتكلم، ها؟ يعني زودهاش. وبلاش بقى اكلتي، نمتي، شربتي، صحيتي، الحاجات دي مش تفرق معاك في اي حاجه، والحقيقه انها مش هتقدمكوا اي حاجه في العلاقه. بلاش تاخد دور مامتها يعني، ماشي؟ واصلا انا طول الليل بفكر فيكي ومش عارفه انام، وانت اصلا تبقى طول الليل بتشخر وصباح الفل يعني. فالحاجات دي اتهرست من 500 سنه فاتوا، من ايام الست فاتن حمامه الله يرحمها، فخلاص بقى يعني ايه، نخلينا طبيعيين احسن. يا سيدي وما تقلقش، الكلام ده كله بعد كده هتقوله قدام لما تدخلوا كده في علاقه ان شاء الله وترتبطوا، يبقى بارك الله فيما رزق، بس مش دلوقتي خالص. فبدل يا سيدي كل الكليشيهات دي، تعالى اقول لك تعمل ايه احسن. اسالها عن نفسها، اتعرف على شخصيتها، تتعرف على شخصيتك. خليك مثلا ركز في تفاصيل تكون هي بتحبها، قالتها لك قبل كده، باين لها ان انت فاكرها ومهتم بيها. اتعرف اكتر عليها، تتعرف عليك كده، يعني حاجات تكون مفيدة للعلاقة فيما بعد، مش شوية حاجات رغي ملوش لازمة، اكلت ايه وشربت ايه، كل ده مش هيفيدك والله. يعني ماشي انا مش عايز اخنقك، والله براحتك خالص، عايز تسألها اكلت ايه وشربت ايه، ماشي، ده وارد جدا يكون موجود في الاسئلة، بس ما يبقاش هو اسلوب حياة. يعني تسأل السؤال ده ما تفضلش بقى نحكي فيه طول اليوم. اتعرف على شخصيتها اكتر، شوف هي مناسبة ليك ولا لا، شوف طريقة تفكيرها، شوف ذوقها، طريقة كلامها، شوف الحاجات اللي هتفيدك من الاخر كده عشان تعرف هتكمل ولا تخلع. اوعى تخنقها. يعني في المرحله دي بالذات من التعارف، في بدايه العلاقه انت ما ينفعش تطلب منها حاجه، يعني مثلا انت اسال عليها كتير، الموضوع بيبقى حساس شويه. يعني اوعى مثلا هي تكلمك وما تردش عليها،
عادي كلنا بنشغل، بس بعد كده لما تفضى بكلمها رد عليها، عشان الحكاية دي في الأول بتبقى مش لطيفة خالص. وكمان يا سيدي زي ما قلت لك ما تخنقهاش. ازاي يعني؟ اسألها مثلا عن كل حاجة انت عايزها واتكلم، بس من غير ما هي تحس ان انت خانقها فوق دماغها. يعني زي ايه مثلا؟ زي انت ما بتسأليش ليه، ما بعتليش ليه، ما كلمتنيش ليه. في المرحلة دي انت ما بتسألش عن الكلام ده خالص، انت مطالب تهتم 100% في الفترة دي، مش عشان حاجة، مش ان هي ملكة الجمال وانت اللي لازم تعمل وتسوي، لا مش كده خالص يا سيدي. بعد كده لما هي تطمن لك وخلاص تبقوا مرتبطين والكلام ده كله، انت هتزهق اصلا، تقول يا ريتها ما سألت عليا، انت اصلا هتزهق. لكن في الاول بيني وبينك كده، البنت بصراحة ايه مننا، لما تكون لسه مش عارفة واحد كويس او مش عارفة هو وضعه ايه معاها، ولسه هي مش عارفة شكل العلاقة ايه، بتبقى مش عارفة تسأل، ما تسألش، هيقول ايه، مش هيقول ايه، دماغه ايه. فاسأل اللي انت عليها، ما تخليهاش هي تحس ان هي مطالبة بحاجة او مراقبة او ان في حاجات مفروضة عليها، لا دوس انت في الاول، اسمع مني. وبعدين يا اخي يعني ده انت الراجل وانت اللي مهتم بيها، يعني عمدة شوية مجهود كده في الاول بس، معلش زق معانا الدنيا كده. واوعى تتحجج وتقولي لا اصل انا كده هعرف منين انها معجبة بيا، ما كده ممكن تكون مخنوقة مني، ما كده ممكن اكون انا مش عاجبها فما بتسألش عليا. لا بقول لك ايه، مش هنضحك على بعض، انت هتحس كويس قوي اللي قدامك هي كمان بتبادلك نفس الشعور ولا لا. مش هنضحك على بعض، البنت لو مش مستلطفه اللي قدامها، لو مش بلع اللي قدامها، لو مش حاسه ناحيته باي قبول، هي هتقفل في وشك كده من غير اي حاجه، انت هتحس بسماجه وبتقل وبتقفيل مش طبيعي. فمش هنضحك على بعض، يعني انت هتحس بكل حاجه، ما مفيش بنت برضو هتكون مستلطفه واحد او هتكون يعني حاسه بقبوله كده وبتقفل معاه، لا ما هو برضه يبقى عندنا مخ ونفهم برضه، مش هاتك على بعض. ما هو ما حدش ماسك لها الكرباك يعني بيقول لها كلميه بالعافيه او اديله فرصه بالعافيه، فنفتح مخنا كده وايه وبلاش نضايقها. رابع مرحله بقى يا سيدي هي انك تبطل تتكلم عن نفسك شويه. يعني طبعا اتكلم عن نفسك وكل حاجه، وعرفها على نفسك وعلى شخصيتك وعلى مبادئك وعلى كل حاجه في الحياه، بس معلش اديها هي الاولويه شويه، يعني اسمعها شويه، اسالها عنها هي اكتر. وطبعا هتتكلم عن نفسك وكل حاجه ما قلناش لا، واسالها عن حاجات تخصها وحاجات هي بتحبها والكلام ده كله. حاجه كمان، ما تقعدش تعيد وتزيد في الكلام، عشان ده بيزهق البنت جدا جدا وبيخليها تحس ان انت اصلا مالل منها وان هي بتمل من الحياه كلها. ويا سلام بقى ايه لما تقعد تقول لها اصل ماما قالت كذا وكذا، اصل ماما عملت كذا وكذا. طبعا انت ليك حق انك تتكلم عن اهلك والكلام ده كله وتفهمها اهلك ايه ودماغهم ايه، بس برضه ما يبقاش طول الوقت، ما تبقاش زي صاحبنا ده، ماشي؟ خلي بالك بتاخد رأي أهلك وكل حاجة وربنا يخلي الأهالي كلها، بس أنت في النهاية عندك شخصية مستقلة وعندك رأي من دماغك، تمام؟ خامس وآخر مرحلة بقى هي الوضوح، والوضوح دي حط تحتها مليون خط، لأن دي أهم مرحلة في كل المراحل اللي احنا اتكلمنا فيهم. البنت ما بتحبش الإنسان المزاول اللي مش عارف هو عايزها ولا لأ، هو عايز منها إيه بالظبط، إيه الهدف من كلامه معاها، ومش عارف هو عايز إيه في حياته عموما. فطمنها كده ووضح لها الامور وفهمها كل حاجه. وبكده انا خلصت، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، وربنا يديم عليكم الخير. كنت معاكم ميرنا الاكحل، سلام.